عدد كبير من الفنانين طالبوا الجمهور بالدعاء للفنانة الكبيرة نادية لطفي، وده بسبب تدهور صحتها بشكل مفاجئ، ودخلت مستشفى القصر العيني وهي في حالة سيئة جدا. وكان الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما طالب محبين الفنانة الجميلة بالدعاء ليها، وقال إن الأطباء طمنوه على صحتها لكنهم منعوا عنها الزيارة خالص. أما الفنان سامح السريتي فقال إنه مش هيقول أي تصريحات عنها خالص، وقال إنه بيتمنى تحسن صحتها في أقرب وقت ممكن وإنها تخرج من عناية مركزة. لكن بعض المواقع الفنية نشرت فيديو من داخل غرفة الفنانة نادية لطفي، واحد أقربها قال إنها محتاجة تعمل منظار في أقرب وقت. الفنانة إلهام شاهين اتكلمت لكاميرا أرابود وطمنت جمهور الفنانة الكبيرة على صحة الفنانة نادية لطفي. الحمد لله هي كويسة، طبعا هي في الانتنسيف كير، ممنوع الزيارة عشان بقول محدش يروح، وهي معدتها تعبانة شوية يعني، راحت بألم جامدة في المعدة، وبكرة إن شاء الله يعملوا لها منظار ويطمنون عليها. كمان كلمنا النجم الكبير سمير صبري عن حالة الفنانة القديرة نادية لطفي الصحية بعد ما زارها في المستشفى اللي بتعالج فيها، وكمان كشف لنا عن اللي حصل لها. عندها النهاردة، والنهاردة الحمد لله يعني رجع لها الوعي تاني وبتتكلم كويس جدا، وهزرنا وضحكنا وافتكرنا حاجات كتيرة قوي كانت تجمعنا. طبعا هي أساس المصيبة أنها مدخنة شرية يعني، ده بيعمل لها ضيق تنفس، لكن هي المرة دي وقعت في البيت وشالوها عشان يودوها المستشفى. الهيموجلوبين كان ناقص 6، والهيموجلوبين ده مفروض يبقى 12 أو 13 في الإنسان العادي. في الإسعاف حاول إن هو يعمل يضغط على القلب لأنه حس إن القلب توقف، فهو بيضغط جامد 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 لحد ما القلب اتحرك تاني، يعني يبدو إنه عور الضلع من الضلوع اللي عندها زي ما هي قالت لي، يعني ربنا أراد إن إيه إن القلب ما يتوقفش. فهي حاليا بتعالج من وكان في نزيف داخلي الحمد لله وقف، و يعني الحمد لله انا شفتها النهارده كنت سعيد قوي. الفنانة نادية لطفي اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق، وعشان اسم بولا كان غريب وقتها، لكن كان من اختيار والدها، لأن والدتها بولندية الأصل، ووالدها اختار أول 4 حروف من اسم بولندا، وبطاقتها الشخصية مكتوب فيها إن الإقامة كانت في حي عابدين العالق. الفنانة نادية لطفي ليها ابن وحيد واسمه أحمد، ومتجوز وأب البنتين وهما سلمى وريحان. وبرغم عدم ظهوره إعلاميا، لكن حفيدتها ظهروا في تسليم جائزة الحفاظ على التراث الوطني. ابنها الوحيد سافر للدراسة في الولايات المتحدة، وهو ابنها من زوجها الأول عادل البشاري، واللي اتجوزته بسبب تحكم والدها ورفضه ليها بالدخول للتمثيل، وكان زوجها ضابط بالبحرية وجار ليهم، وكان جوازهم استمر مدة قصيرة، وحصل الطلاق بينهم بعد هجرته من مصر. تزوجت الفنانة نادية لطفي للمرة الثانية من المهندس إبراهيم صادق، وهو شقيق الدكتور حاتم صادق، زوج منى ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وانتهى الزواج بعد 6 سنين بالطلاق. ليا ويا النجمة وقال يقولوا الحب وعد واسمة وبعد سلامه، ليا ويا النجمة وقال يقولوا الحب وعد واسمة وانا مالي وانا مالي كانت الزيجة الأخيرة ليها من محمد صبري، وكان مصور صحفي معروف بأنه شيخ مصوري مؤسسة دار الهلال، وتعرفوا على بعض وقت تصويرها فيلم سانت كاترين، فعرض عليها الجواز لكن كان في مشاكل بينهم كتير، وانتهت بالطلاق بعد شهور قليلة. اتكلمت الفنانة نادية لطفي عن أنها تركت أوروبا وعاشت مع والدها الصعيدي، وكمان كانت اتكلمت ان اللي اكتشفها الفنان رمسيس نجيب، وهو اللي اطلق عليها اسم نادية لطفي، وفي سنة 58 مسيت اول ادوارها السينمائية، وكان فيلم سلطان مع الراحل فريد شوقي، وكانت بدايتها في المشاركة بعدد من الافلام السينمائية اللي استمرت لاكتر من 30 سنة في اكتر من 75 فيلم، لكن قدمت مسلسل ومسرحية واحدة بس، وكان المسلسل اسمه ناس ولاد ناس، والمسرحية بامبا كشر. اشتهرت الفنانة نادية لطفي بحبها للرسم والطبخ والكتابة والتصوير وحبها الكبير للحيوانات، وربت في بيتها عدد كبير من الكلاب، وكان أقربهم ليها كلبها باتشو، واتكلمت كمان عن حبها للخيول العربية، وإنها اتعلمت ركوب الخيل والفروسية في اسكندرية بمدرسة الفروسية اللي كان بيملكها والد الملحن المعروف محمد سلطان.
الفنانة نادية لطفي قدمت أعمال كتير متميزة جدا ورومانسية، وشاركت عدد كبير من الفنانين في البطولة زي عبد الحليم حافظ وسعاد حسني. وإحنا في عرب بوب بنتمنى إشفاء عاجل للفنانة الكبيرة نادية لطفي وتقوم بسلامة.